السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. معكم احمد حسن من جلوبال اوفرسيز جروب. زي ما انتم شايفين النهارده احنا في احد المصانع المتخصصه في ماكينات المناديل الورقيه، والمصنع ده تحديدا متخصص في مناديل اللي هي مناديل المطاعم ومناديل الفنادق والمناسبات وكمان مناديل الجيب. ان شاء الله المهتم بمجال المناديل الورقيه يتابع الفيديو، وان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليه. طبعا المصنع انا متخصص في ماكينات مناديل المطاعم او الفنادق او مناديل الجيب، هو زي ما انتم شايفين متخصص بس في الماكينات دي، ويعتبر مصنع مهني وجودته جيدة جدا طبعا نظرا للجودة اللي شفناها، سواء مكونات الماكينة او سواء جسم الماكينة. هما بيستخدموا مكونات الى حد ما براندات كويسة، وكمان جسم الماكينة وحتى الفينش بتاع الماكينة كويس، فيعتبر الجودة مقارنة بالمصانع اللي احنا زرناها قبل كده معتبر هنا افضل المصانع حتى الان اللي زرناهم في الماكينات دي او النوع ده من ماكينات المناديل. طبعا المصنع فيه احجام للماكينات كتير جدا، سواء الاحجام الصغيره الاحجام الوسط الاحجام الكبيره، وكمان السرعات بتاعته متفاوته. الماكينات كمان بتاعه المناديل ممكن ان هي تطبع على المناديل. طبعا بالنسبه لمساله الطباعه، الماكينات هنا تقدر تطبع على المنديل من اول لون لحد 6 لون في بعض الموديلات، ده طبعا على حسب رغبتك. بالنسبه لاستهلاك الطاقه، الماكينات دي بتستهلك طاقه قد ايه؟ نقدر نقول ان الماكينه لوحدها لو احنا بنتكلم على ماكينه النابكن بتستهلك حوالي من 4 إلى 5 كيلو وات، لكن لو هنتكلم على خط كامل بعض الماكينات بتوصل لحد 30 كيلو وات كحد اقصى لاستهلاك الطاقه. بالنسبه للسرعه، السرعه بتاعه الماكينات هنا بتبدا من 600 منديل في الدقيقه وبتوصل لحد 1000 منديل في الدقيقه. اما بالنسبه لمساله الطباعه، فالماكينات هنا مزوده بطباعه من اول 1 لون، ممكن بعض الماكينات تكون لحد 6 لون اللي هي طبعا الطباعه على المنديل. زي ما انتم شايفين المكان اللي انا فيه ده فيه قطع الغيار اللي بتستخدم في تجميع الماكينات او حتى في فتره الضمان. المصنع هنا يوفر خدمه ما بعد البيع لجميع الماكينات، وهو زي ما قلنا متخصص في المجال ده. طبعا بالنسبه لمساله الاسعار، زي ما انتم شايفين انا ورايا عشرات الموديلات مختلفه من نفس الماكينه، سواء مختلفة في الإمكانيات في السرعة في الطباعة، مختلفة حتى في المكونات سواء ماكينة لوحدها أو بنتكلم على خط كامل، لكن نقدر نقول إن متوسط سعر الماكينة اللي هي ماكينة الطي والتقطيع بتبقى حوالي 10,000 دولار. إن شاء الله أي حد عنده سؤال أو استفسار عن ماكينات النابكن سواء للمطاعم سواء للفنادق سواء للمناسبات، إن شاء الله يتواصل معنا مباشرة على رقم الهاتف الموضح على الشاشة، أو يشرفنا في مقر شركتنا في مدينة جوانجو في الصين. أتمنى يكون الفيديو أفادكم، وإن شاء الله انتظرونا في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومتابعة القناة ليصلك كل جديد. ويمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو.